بسم الله الرحمن الرحيم. فالكل كان عارف انها تكون مقابله قويه، خصوصا تنعرفوا صديقي مدرب كبير عنده نفس المميزات اللي كان عنده كمدرب، فتنظن بصمها في اللاعبين ديالو، طريقة جميلة تلعب بها كرة قدم. لكن الأهم هو اللي حققنا فريق رجاء البيضاوي هو الفوز. صحيح لازم نعرفوا أن التعب ورحلات بزاف، مقابلات كثيرة بشكل مكثف تتخلي دائما صعوبة، لكن حققنا الأهم هو الانتصار 3 نقاط. وتنظن بأن جميع اللاعبين يستاهلوا التنويه، لأن إلى لاحظتوا فإبرة تصاب لنا اليوم، شاكير كان تصاب لنا عاوتاني اليوم في هذه المقابلة، لكن كيف قلت لك فصحيح كاين مجموعة كبيرة وكاين عناصر يعطيو الإضافة إن شاء الله، فضروري أن نوهو باللاعبين، لأن في واحد الوقت وجيز خدينا ربما 29 مقابلة أو 30 مقابلة، لهذا فشيء طبيعي يكونوا إصابات ويكون مستوى متذبذب بعض الأحيان، لكن الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية بإذن الله.